السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الإخبارية وتتابعون فيها. بعدما حملت المنظمة مسؤولية تعطل المداومة أيام العيد البلديات، بنبادا يتهم اتحاد التجار والحرفيين بتغليط الرأي العام. 25 قتيل في يوم دام بطرقات الجزائر، ومصالح الدرك الوطني تفكك 47 جمعية أشرار خطيرة خلال شهر رمضان. أهلا بكم من التفاصيل. اتهم إذن وزير التجارة مصطفى بن بادة منظمة اتحاد التجار والحرفيين بتغليط الرأي العام حول عدد المخابز والمحلات التجارية المعنية بالعمل بنظام الدوام أيام العيد. وفتح بن بادة النار على اتحاد التجار مشيرا إلى أن الأرقام التي تم الإعلان عنها تفوق بكثير الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التجارة، خاصة فيما يتعلق بالمخابز. وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد حمل تعثر نظام المداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك للبلديات والمسؤولين المحليين الذين لم يؤدوا واجبهم حيال التجار والخبازين من خلال إعلامهم بالمداومة يومي العيد. أكد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل خلال أو عدم تلقيه أي شيء من قبل القضاء الجزائري حول إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، مشيرا في تصريحات لجريدة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه متفاجئ من تصريحات النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. وعن التهم الموجهة إليه والمتمثلة في الحصول على رشاوي لمنح صفقات للمؤسسات الإيطالية سايبام فاقت قيمتها 8 مليارات دولار، كذب خليل كل هذه الاتهامات حسب بعض المواقع التي نقلت الخبر، مشددا على أنه ليس له أي دخل في قضية سوناطراك الثانية وأنه لا علاقة له بسايبام ولم يساعد كذلك هذه المؤسسة للحصول على عقود بترولية. إلى الشأن الأمني، حيث فككت مصالح الدرك الوطني 47 جمعية أشرار خطيرة على المستوى الوطني كانت تعتدي على المواطنين خلال شهر رمضان المنصرم، حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في بيان تضمن حصيلة نشاطات الضبطية القضائية للدرك الوطني. وأوضح ذات المصدر أن جمعيات الأشرار هاته كانت تسلب أغراض المواطنين بعد الإفطار بعدة ولايات، منها الجزائر العاصمة والبوليدة وبومرداس تيبا وهران سيدي بلعباس عنابة وبرج بوعريج، وكذلك ولاية ورقلة وبسكرة. لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب أزيد من 100 آخرين بجروح في 54 حادث مرور وقع يوم أمس الاثنين عبر 25 ولاية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء الدرك الوطني في بيان الله. وأوضح المصدر أن حوادث المرور ألحقت كذلك خسائر مادية معتبرة ب 78 وسيلة نقل. وأضاف البيان أن أخطر حادث سجل على الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين سيدي مزغيش وتملوس بولاية سكيكدا، حيث أسفر عن هلاك 5 أفراد من نفس العائلة. وأوضح الدرك الوطني أن الحادث وقع لما فقد سائق شاحنة نصف مقطورة فقد السيطرة على مركبته وهو يحاول تفادي حيوان كان يقطع الطريق ليصطدم بسيارة كانت تقل 5 أفراد من نفس العائلة لقوا حتفهم. إلى أخبارنا الدولية، ونستهلها بفرنسا، أين تجمع عشرات المسلمين مساء أمس أمام مسجد فينيسيو قرب مدينة ليون وسط شرق فرنسا للتنديد بتصاعد نزعة معاداة الإسلام غداة إعلان اعتقال عسكري قريب من اليمين المتطرف كان يخطط لاستهداف الجامع. وكان الجندي البالغ من العمر 23 سنة الذي أوقف الأحد ينوي وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية ينوي فتح النار على الجامع الواقع في حي مانغيت الشعبي يوم عيد الفطر. وأعرب المشاركون في التجمع عن قلقهم من سلسلة الأعمال المعادية للمسلمين في السنوات الماضية مثل الاعتداء على نساء منقبات في الشارع. وأعلن كمال قبطان أمام مسجد ليون أنه بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية تحدث فيها عن رؤية قومية محافظة ومعادية للإسلام لدى بعض الفرنسيين، وأعرب كذلك عن خيبة أمله لعدم اتخاذ أي مسؤول على المستوى الوطني الفرنسي موقفا بعد ما حصل.
alors que les musulmans 10%. Et en guise de, j'allais dire en guise de remède. La constate dans la paix, dans la réalité. On ne peut qu'être inquiet et aussi lancer un cri d'alarme à la communauté nationale pour dire attention, aujourd'hui, au-delà de l'islamophobie verbale, on assiste maintenant, elle se propose de tuer. Et c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui pour nous. Monsieur Valls ne veut pas reconnaître l'islamophobie. Même Monsieur Hollande aujourd'hui ne veut pas reconnaître qu'il y a de l'islamophobie dans ce pays. On nous parle d'actes anti-musulmans. Non, il y a un problème aujourd'hui qui s'appelle l'islamophobie. On s'attaque aux gens parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont susceptibles d'être musulmans. Et c'est un phénomène, effectivement, qui est entretenu par un certain nombre de politiciens, par un certain nombre de médias, un certain nombre d'intellectuels, pour détourner l'attention de l'opinion publique des véritables problèmes qui sont la crise économique, le chômage, le mal-être, etc. Il faut qu'il y ait un sursaut, il faut qu'il y ait de la fermeté de la part du pouvoir public, il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités. Sinon, de toute façon, les musulmans de France, ils ont fui le sarkozysme, ils ont voté, dans nos quartiers, ils ont voté 93% pour Hollande. Mais je vous promets que s'il n'y a pas de mesures sérieuses qui sont prises, s'il n'y a pas un nettoyage à l'intérieur du PS, dans lequel il y a une tendance islamophobe, une tendance laïcarde, qui veut régler des comptes sur le dos de l'islam, eh ben ils n'auront plus les voix des musulmans. On ne peut que se réjouir de l'arrestation en amont de cet individu qui s'apprêtait à faire des actes violents, notamment le jour de l'Aïd, sachant qu'il y a une fréquentation croissante de la mosquée. Mais néanmoins, face au marasme des actes de plus en plus islamophobes, ça ne représente qu'une poussière par rapport à tout ce qu'on vit au quotidien. Moi, j'étais là le jour de l'Aïd, on était là avec ma femme, mes enfants, on était présents. On était plusieurs centaines à être ici et ça aurait pu être un carnage, ça aurait pu faire un carnage par un barjot qui voulait se faire du musulman et voilà. بفرنسا دائما أين أعلنت الرئاسة هناك أن الرئيس فرانسوا هولاند سيتوجه إلى مالي لحضور حفل تنصيب رئيس المالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كايتا. وقال الإليزي في بيان أن هولاند اتصل هاتفيا بإبراهيم أبو بكر كايتا وهنأه على فوزه. وذكرت مصادر في محيط الرئيس الفرنسي أن هولاند سيتوجه إلى مالي لحضور حفل تنصيب كايتا المقرر في سبتمبر المقبل، وهي ثاني زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي بعد تلك التي قام بها خلال التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة. تجري العائلات الفلسطينية استعدادات مكثفة لاستقبال أولى دفعات من المعتقلين الفلسطينيين الذين ينوي الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنهم ضمن استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين. وبعدما نشرت كذلك مصلحة السجون الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني مساء الأحد قائمة بأسماء 26 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم قبل 24 ساعة من عقد الجولة الثانية من المفاوضات. هذا وسيحظى كل معتقل باستقبال شعبي في مدينته لدى عودته إلى منزله. والعينة من رام الله أين تستعد عائلة الأسير الفلسطيني عصمة عمر منصور البالغ من العمر 38 سنة والذي اعتقل سنة 1993، حيث أبدت والدته السيدة نعمة منصور فرحتها بعودة فلدة كبيدها إلى حضنها بعد غياب دام أزيد من 20 سنة. كله والله اللي الحمد لله شعور كثير فرحان يعني زيادة عن اللزوم. وهذه الفرحة بستناها من 20 سنة، ابني إلى 20 سنة في العصر، والحمد لله يا الله أفرج عنا، يفرج عن الجميع. يعني فرحتنا تمت، بس امبارح بكينا عصابنا يعني مش قادرين نتحمل ولا إشي، تأخرنا الأسامي. والله يعني على الساعة 1 في الليل جانا الخبر. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة عشية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضحت الوكالة استنادا إلى عضو بالمجلس البلدي للقدس المحتلة يوسف بيبي علالو أن البلدية وافقت على مشروع بناء 942 مسكنا في الحي الاستيطاني جيلو. ويأتي هذا القرار بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية أول أمس الأحد عن برمجة بناء 1187 وحدة سكنية في الكتلة الاستيطانية بالضفة الغربية وكذلك بالقدس الشرقية.
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن وسيلة نقل المستقبل حين أطلق عليها اسم هايبرلوب لنقل الركاب بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس خلال أقل من نصف ساعة. وسبق لماسك أن وصفه بأنها شكله يشبه مزيجا من الطائرة الكونكورد وبندقية تعمل بالكهرباء ومائدة هوك الهواء. وسينقل الركاب بل وكذلك سيارات بسرعة تصل إلى نحو 1100 كيلومتر في الساعة كما ورد في التصميم. وتسير كبسولة الألمنيوم لهذا النظام وفق أو فوق الأرض وكذلك داخل أنابيب من الصلب بها ضغط منخفض. وقال ماسك صاحب المشروع أن هايبرلوب سيكون أكثر أمانا وأسرع وأقل تكلفة وكذلك أكثر راحة، وطلب من المواطنين الأمريكيين المساعدة لتحسين هذا التصميم المستقبلي. عودة إلى أرض الوطن وبالتحديد إلى جوهرة الجنوب الغربي تغيت، وبالدائرة السياحية على بعد 91 كيلومتر من مقر الولاية بشار تصبح الكثبان الرملية الذهبية اللون السائد بين الفترة الممتدة بين شهري جويلية وأوت، تصبح مقصدا لكثير من مرضى الروماتيزم من الذين اعتادوا على عملية الردم تحت الرمال الساخنة كل سنة. نورد المازري والتفاصيل. بهذه المنطقة السياحية التي لا زالت الكثبان الرملية تحتضن واحتها وقصورها، يلجأ الكثير من العارفين بطريقة الردم ومعالجة داء الروماتيزم بالأعشاب الطبية المحلية، يلجؤون بين الفترة الممتدة بين شهري جويليا وأوت إلى نصب خيمهم لاستقبال الوافدين من كل ربوع الوطن قصد المعالجة من هذا الداء الذي استعصى علاجه على الطب الحديث بالرمال. أني في عامين اقطحت وولات لي البرودة عاودت سناجيت، هي مليحة تبغي كل عام. جيت تردم هنا؟ نردم من عام. من على الروماتيزم؟ على الروماتيزم. وراك مليح، ريحت مليح؟ الحمد لله والشكر لله. مليحة شتي غاية. يا خويا جيت أنايا في 2000 وفي 2001 في 2002 في 2003. أيا استرحي مليح لاباس بيه الحمد لله. تتطلب هذه العملية دراية بالوضع الصحي للمريض قبل ردمه في حفر على شكل قبور تحت الرمال الساخنة والتي لا تدوم سوى 10 دقائق، يردم فيها المريض بطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة دفن الميت بحيث يبقى الرأس والجزء الشمالي. صباح نوجدهم يحماوا حتى يسخنوا، باش يسخنوا حتى الوحدة الوحدة ونص يدرد، يعني من بعد الزوال تبدا عملية الردم. واه يبدا الرد ان شاء الله. الحساء هذاك اللي فيه الأعشاب الطبية يشربوه من بعد ولا قبل؟ كي يردموا يخرجوا من بعد يشربوه، يرخوزوا شوية يشربوه، نعطيهم حريرة فيها حشايش تاع البرد. مناظر جميلة وخلابة تدفع بزائر جوهرة الجنوب تغيت لا للتمتع بها فقط بل حتى للتداوي فيها. ختام الموجز الإخباري، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، السلام عليكم.